مركز غسيل الكلى. مركز غسيل الكلى التابع للسلاح الطبي تم استهدافه من قبل التمرد من قبل القوات المتمردة. المركز يقدم الخدمة لجميع المواطنين. ده استهداف المركز. ده كله استهداف الطيران المسير التابع للعدو. هنصور لهم المركز من جوا. هنصور المركز من جوا إن شاء الله. تم تدمير وحدات المكنات الكلى. كل المكنات اتعطلت. حتى كان في مرضى جوا بس يعني. الحمد لله. في مرضى كانوا في غسيل. منهم من اللي استشهدوا منهم اللي اتصابوا. مدفعية العدو عبر الطيران المسير استهدفت مستشفى الطوارئ والإصابات. مستشفى الطوارئ والإصابات مع إن المستشفى هي المرفق الصحي الوحيد اللي بيستقبل المدنيين. واستهدفت المستشفى عبر الطيران المسير كمية من الشهداء والإصابات.